اللي فيهم فهمات تسحب لهم غنلعبوا الكره ديال البرازيل في الافريك ما كايناش. خصك تكون واقف، خصك تكون تري فور مونتالمون وفيزيكمون. السلام عليكم محبي قناه ميد كريم سبور، مرحبا بكم. في هذا المقطع غادي نشوفوا ملخص مباراه المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الايفواري، المباراه اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. بصراحه اداء ما كانش مرضي لمحبي المنتخب الوطني المغربي وايضا للناخب الوطني وليد الركراكي، اللي عبر عن عدم الرضا ديالو بعد المباراه وقال ما كناش نستاهلوا التعادل، ولي فيهم الفهمات وصحاب ليهم غادي يلعبوا الكره ديال البرازيل ما كايناش. ما نطولش عليكم اصدقائي ونمشي مباشره لاقوى لحظات مباراه المنتخب الوطني والمنتخب إيفواري. وما تنساوش أصدقائي اشتراك في القناة ولايك للفيديو باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. في حراسة المرمى باقي اللاعبين أوسمان دياموندي رقم 21 إيفا كونان غيسلاند سينغو ويلفريد العميد فرانكيسي إبراهيم سانغاري سيرة ديال الحكم يحيى عطي طلعت لعبات كرة فرصة رأسية ولكن هناك مساحة أمين حارث كينتظر المساندة كيرجع كرة أمين حارث عز الدين أناحي فرصة لفادة المنتخب يحيى عطي طلا مراوغة ممتازة يحيى عطي طلا لعز الدين أناحي فرانك كيسي خروج حارس ياسين بونو ممتاز خطيرة لفادة المنتخب إيفواري خطيرة تدخل مرة في الوقت لسليم أبلاح خارج أرضية الملعب ترفعت كرة فرصة رأسية فرصة بواسطة يوسف أنصيري حذر من هذه المحاولة حذر من التسديدة مشت فوق المرمى ترجع الكرة للجهة اليسرى أشرف حكيمي حكيمي بإمكانه يرفع الكرة فرصة الوطني يتواجد المحاولة فرصة هناك خطأ للجهة اليمنى بواسطة سينغو ويلفريد رفع الكرة ياسين بونو هذه فرصة داخل منطقة الجزاء كان هناك لمسة يد الماضية تم تعيين مدرب لمنتخب الإيفواري في الوقت لفرصة محاولة أنصيري مشت كرة داخل منطقة الجزاء فرصة لفادة المنتخب الوطني كذلك بأبيجون الإيفواريا خطيرة في ذات المنتخب الإيفواري خطيرة تدخل نيف أكارد واللي بعد الكرة خذ سليم أملاح نصر مزراوي خطيرة للإيفواريين خطيرة منه في شباك أشرف حكيمي فرصة تسديدة تدخل في مناسبتين هذه فرصة تدخل ديال سليم أبي الحريت تلعبات الكرة دائرية فرصة صعود رأسية فرصة الكرة فوق المرمى ممتاز تمريرة خل ديال يحيى عطي طلا اولر تدخل ياسين بونو أمين حارث يبحث على المساندة مع الكرة هذه فرصة رأسية فرصة ودائما وصلت ليها اولر خطيرة والهدف خطيرة والهدف سيباستيان حارث فرصة لفادة المنتخب الوطني المغربي تمريرة ولكن سانغار كرة طويلة خطيرة لفادة المنتخب الإيفواري الحصن عبد الصمد الزلزولي انطلاقه من جهه اليسرى دي فرصه اشرف حكيمي تلعبات الكره دائري فرصه لفادات المنتخب الوطني المغربي عز الدين اناحي تمريره ولكن اشرف حكيمي تسديده ولكن الوطني المغربي سليم املاح طلب الكره امين عندي فرصه ولكن المنتخب الايفواري خطيره للايفواريين فرصه امكانيه تسديد عز الدين اناحي لفائده المنتخب الوطني لفائده المنتخب الايفواري حذاري العوده تمريره البحث على ايوب الكعبي فرصه والهدف تعادل هدف تعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي للهداف يضعها في مرمى يحيى فوفانا اول حاجه بغيت نقول برافو الدراري ماتش اللي ماشي سهل مع الجمهور على برا بحكم هاد لي ماتش في لافريك لا بروميير مي طون ما عجبتنيش ما داروش اللي كنا باغي بالحق غنتعلموا مزيان بهذا الماتش جينا باش نتعلموا اليوم ما كنسالوش التعادل الصراحه ما ديرناش اللي كان خصنا نديرو باش نجيبو التعادل بحق في الاخر هما هادو الفرق كبارين بوالو نقدروا نجيو ولا كانوا شي فرق اخرين من لافريك كانوا يديروا ديك التعادل غنقولوا عارفين كيفاش يلعبوا في لافريك غنتعلموا بزاف من هذا الماتش اليوم جينا باش نتعلموا من هذا الماتش باش نكونوا موجودين في لي ماتش ديال لافريك لا اللي مهم هي لي زوكازيون اللي عندهم حنا اللي حطينا لهم درنا بزاف ديال لو ديشي تكنيك سورتو بروميير مي طون وفي هذا المستوى اما كاس افريقيا اما اي كره ماتش ديال الكره هذا لو ديشي تكنيك اللي كان عندنا في بروميير مي طون ما يقدرش نعطوا الكواري لادفيرسير يمشيو بلي كونتر اتاك ويكونوا عندهم هاد لي زوكازيون سالاب هاك هادشي اللي غيتعلموا لافريك انا كنقولها وكنعاودها اللي فيهم فهمات تسحب لهم غنلعبوا الكره ديال البرازيل في لافريك ما كايناش خصك تكون واقف خصك تكون تري فور مونتالمون وفيزيكمون وشفتي في دوزيام مي طون اللي كنا واقفين واخا خاسرين استنينا الوقت ديالنا وجا الوقت ديالنا باش نتعادلوا باش نمشيو للماركو الثاني هي هادي لافريك على هادشي كنقول لك غنتعلموا وهاد الدراري الصغارين تا هما غيتعلموا شحال ما لعبوش في لافريك هاد الماتش غيكون مهم.
التعادل ومباراة لتصحيح الأخطاء، أداء غير مقنع قبل 3 أشهر من بداية العرس الإفريقي. أمين عدلي وبلال خنوس ربح كبير للمنتخب الوطني المغربي. نايف أكرت لعب دور المنقذ في الشوط الأول وجبد 2 الكرات كانوا بمثابة أهداف. سليم أملاح وعز الدين أناحي لم يكونوا في الفورمة وخصهم يولفوا بالأجواء الإفريقية. نصير مزراوي كان نقطة ضعف في المباراة، وياسين بونو خصو يكون أكثر تركيز في مباريات الكان. كنا نحتاج لفنان من قيمة سفيان بوفال ولصاني ألعاب من قيمة حكيم زياش، وتبين أن المحارب سفيان أمرابط لا يمكن تعويضه حاليا. خصنا ننسوا الأسلوب اللي لعبنا به في المونديال وأجواء المونديال. هذه إفريقيا بغيتي تغلب كما قال وليد الدرقراقي، خص يكون عندك الاستحواذ والسرعة واللياقة البدنية والتسجيل من نصف الفرص بدل الرجوع إلى الوراء. نتمنوا خير مشاهدينا الكرام، ونتمنوا نشوفوا المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم إفريقيا أبا حلة. شكرا لكم أصدقائي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. شكرا لكم.